مواضيع اخرى. تفضل فوز. يرجع زوجته اي نعم، صحيح. هذه حاله مستفسر عنها. الحاله الثانيه ان الحاله اللي يكون فيها الزوج اذا كان سكران او كان يعني مختل الى حد ما او عصبي الى كذا، ما هي الحاله والله هذه القضيه فوز يسال، لو طلق الرجل وهو غاضب او طلقه سكران هكذا، اي نعم، او في غير وعيه. على كل حال اذا كان في غير وعيه، مثل واحد نايم مثلا قام يتلفظ بهذه الكلمه او موسوس مثلا تخرج منه، هذا لا يقع طلاقه. طلاق الموسوس لا يقع باتفاق اهل العلم، او النائم او كذا اللي يتكلم بدون قصد هذا لا يقع طلاقه. اما الذي يطلق وهو غضبان هذا هو الاصل، يعني ما في واحد يطلق له زعلان في الاصل، قليل اللي يطلق له انه يقول والله حاس انه مو متفاهمين. غالب المطلقين يكون غضبان، يعني انا ما شفت واحد مثلا ولا سمعت واحد رجع البيت ولا مزهبت له الاكل الطيب ولابسه اللبس النظيف وكذا، ويوم دش البيت يا هلا مرحبا فلان حياك الله وشونك عسى امورك طيبه الحمد لله يلا لك الحمد زوجه صالحه وبيصير تروح انت طالق. ما تصير اشا ما تصير هذه، انه يعني لازم يكون غضبان هذا الاصل. لكن ما هو الغضب؟ بعضهم يقول الغضب الملجئ، الغضب الملجئ، الغضب الملجئ وهو انه يعني يسمونه مهستر، يعني ما يدري ايش يقول، بحيث انه حتى لو بعد الغضب قيل له شلون طلقت؟ قال انا طلقت، يعني يوصل لهذه المرحله. هذا الغضب الذي لا يقع معه الطلاق. وبعضهم يقول الغضب الملجئ اللي يعني يصير احيانا الجاء يسمونه ادبي، الجاء ادبي، يعني مثلا تاتي المراه لزوجها تقول له طلق، قال ماني مطلق، قالت هي ما انت قدها، ما انت ريال، لو انك ريال طلقت، لو انك كذا، وتبدا تشحنه 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 تشحنه، بعدين يقول روحي تطالق، ما يبي يطلقه. لكن هالكلمات هذه يعني القاسيه من زوجته عليه جعلته يتلفظ، هاي يسمونه اكراه ملجئ، يعني ألجأ إلى الطلاق وهو لا يريده. وفي هاتين الحالتين يحكم فيها القاضي، القاضي هو يقدر الأمور، يسمع منه يسمع منها، إذا كان في شهود حضور حضروا أولادهم الخادمة الأب الأم أي أحد في شهود يسألهم، حتى يصل القاضي إلى نتيجة أن هذا ملجئ أو غير ملجئ. أما السكران فالظاهر والعلم عند الله تبارك أن فيه تفصيل، إذا كان السكران هذا يعني شارب بحيث انه ما يدري باللي حوله نهائي، فهذا ايضا غير مسؤول عن تصرفاته كما يقال، فقالوا لا يقع طلاقه. وبعض اهل العلم اوقع طلاقه. واما السكران اللي عقله معه، ما ذهب عقله كله لكنه سكران لكن عقله معه، فهذا يقع طلاقه والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم، اذا طلق الاولى له ان يراجعها. المطلقة الرجعية، المطلقة الرجعية زوجة معلقة، يعني أول مرة يطلقها، زوجة معلقة إلى أن تنقضي عدتها. مثلا سين من الناس خالد طلق زوجته حصة مثلا، قال لها أنت طالق في طهر لم يجامعها فيه، طلق سني في طهر لم يجامعها فيه، قال لها أنت طالق، هنا حصة واحدة من الثنتين، إما أنها تحيض يعني ما زالت بنت، وإما أنها بلغت سنا معينة لا تحيض، يعني غالبا بعد 50 ما تحيض. فإذا كانت تحيض فعدتها 3 حيض، أن تحيض 3 حيضات، إذا حاضت الثالثة ولم يقل لها أرجعتك انفسخ العقد خلاص، كل يروح بدربة. وإذا أراد أن يراجعها بعد ذلك لازم عقد جديد وولي وشهود، نفس العقد الأول ومهر تماما. أما إذا خلال فترة العدة، طبعا إذا كانت ما تحيض 3 أشهر عدتها، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. فالتي لا تحيض واليائسة عدتها 3 أشهر، والتي تحيض عدتها 3 حيضات، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء 3 حيضات. فخلال هذه الحيضات الثلاث
يعني قبل أن تحيض الثالثة أو قبل أن ينتهي الشهر الثالث بالنسبة للتي لا تحيض، في الطلقة الأولى والطلقة الثانية اللي يسمونها الطلقة الرجعية الأولى الطلقة الرجعية الثانية، إذا قال لها أرجعتك ترجع بدون عقد وبدون إذنها وبدون إذن أبيها أبدا، لأنها ما زالت زوجة وإنما تسمى زوجة معلقة. لو قدر أنه يعني لو قلنا في الحيضة الثانية حاضت الثانية بقي الآن إلى التحيض الثالثة، في هذه الفترة توفي، تنتقل من حيض من عدة طلاق إلى عدة وفاة، تعتد 4 أشهر و10 أيام لأنها ما زالت زوجة وترثه، وهم طلقها ترثه لأنها ما زالت في العدة، فالمعتدة زوجة معلقة، ولو ماتت هي يرثها، ولذلك لا تجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا لأنها زوجة. فالمطلقة الرجعية بعض النساء تظن أنها مطلقة رجعية، طلقها تقول لا ماني راجعة، قال طلق ما يرى مو بكيفها، لأن أصلا ما خرجت من ذمتي حتى ترجع، هي رجعية أصلا، فليس من حقها أن تقول ماني راجعة، رجعت بقوله أرجعتك رجعت، الله أعطاه هذه الثلاث، الطلاق مرتان فإمساكم معروف تسريح بإحسان، إما أن يمسكها بعد الثانية وإما أن يسرحها الثالثة وانتهى الأمر. هنا طلق معلق إذا لم يقع يظل معلقا، يظل معلقا، طلاق المعلق إذا لم يقع يظل معلقا. يتراجع تقصد؟ إذا أراد أن يتراجع، إذا تراجع، أما إذا ما تراجع يعني الحل في هذا أن هو يكفر كفارة يمين بتراجعه، أن يتراجع، يعني مثلا قال لها إن خرجتي أو إن ذهبتي إلى المكان الفلاني فأنت طالق، ما ذهبت ما تطلق، طيب إن قال لها إن ذهبتي إلى المكان في خلال هذا الأسبوع أنت طالق ما ذهبت ومضى الأسبوع لا تطلق، لكن إذا قال لها إن ذهبتي خلال هذا الشهر فأنت طالق ثم بعد أسبوعين غير رأيه وسمح لها أن تذهب مثلا، هذه خلافية، بعض أهل العلم قال لا على شرطه إن خرجت تطلق، وبعضهم قال شرط سنتين ذكرت أنه له أن يتراجع ويكفر كفارة يمين، يكفر الأول قبل أن يفرق. ما يفرق، ما يفرق، يعني لو هو يجوز التكفير قبل والتكفير بعد. لو ذهبت إلى بيت أبيك فأنت طالق في شهر، أراد أن يرجع في قوله في خلال الشهر، يكفر الأول أم ما يفرق؟ ما يفرق، يكفر الأول ويكفر بعد ما يفرق، لكن هذا خطأ، هذا حرام أن يقول لها إن رحت إلى أبيك أنت طالق، ما يجوز. تفضل. في فترة العدة شيخ هل يجب عليها أن تبقى في بيت؟ لا، عدة الطلاق غير عدة الوفاة، عدة الطلاق غير عدة الوفاة هي التي لا تخرج من البيت 4 أشهر و10 أيام، أما عدة الطلاق المطلقة تعيش حياتها طبيعية تروح وتطلع وتطلع مع عادي، بس الأصل أن تقضي عدة الطلاق في بيت الزوجية كما قال الله تبارك وتعالى يخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، يعني الأصل أنها لا تخرج ولا تخرج في فترة عدة الطلاق للطلقة الرجعية، أما الطلقة البائن إذا قال لها بالثلاث أو قبل الدخول أو الطلقة الثالثة فهنا لا تبقى في البيت، ترجع إلى بيت أهلها، أما في الطلاق الرجعي لا، تبقى في بيتها تعيش في بيتها إلى أن تنقضي العدة، وخلال هذه الفترة تطيب تطلع ما مشكلة، يعني مو مثل المعتدة من الوفاة التي تمتنع من لباس معين، تمتنع من الطيب، تمتنع من الخروج، لا تختلف. ترجع بيت أهلها قال لها طالب شيء، ليش وحده تقعد الحين؟ الحين تزعل تروح بيت اهلها، مو تطلق الحين. الحين تزعل تروح بيت اهلها. ذاك يوم وحده اتصلت قالت لي انا قلت لها زين بقعد، قال لا ما تقعدين روحي بيت اهلك. حتى الرجال صاروا مضبوطين. المهم ان الاصل لا يجوز ان يخرجها، الله سبحانه وتعالى قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. يعني لا يجوز للرجل أن يخرجها ولا يجوز له أن تطلب الخروج، لكن واقع الأمر اليوم لا، يا أن هي بطلع يا أن زوجها أو أبوها يجي تلها ويأخذها، كله من الجهل، كله من الجهل، الله المستعان. سنبو علي بالبيت؟ لا لا، تعيش معاه كزوجة بس إنه ما يمسها، أهم شيء ما يلمسها.
لكن ما تتحجب عنه زوجته، للحين زوجته ما تتحجب عنه، تعيش معها في البيت ما تتحجب عنه، لكن لا يجوز له ان يقبلها، لا يجوز له ان يجامعها زين، ولا يلمسها بشهوة الا اذا نوى انه يرجعها فقط، يقول لها رجعت بعدين يلمسها. وجزاك الله خير، انا والله انتبهت لقضية، جزاك الله خير ابو علي. يعني انسان يعني ما ايش اسميه، يعني خبيث، طلق زوجته وطلقة الرجعية وهي تقول بقيت في البيت، تقول فجاني ونام معي، فأنا على أساس أنه خلاص رجعنا، قلت له رجعتني، قال لا بس اشتهيتك، بدون نية إرجاعها والعياذ بالله. فهذا في حقه يعني، هذا يحكم فيها القاضي، لكن الشاهد أنه لا يجوز له أن يمسها أو يقبلها أو يجامعها إلا بنية إرجاعها، ولكن تعيش في البيت حياة طبيعية جدا، يعني مثل ما تعيش مع محارمها. تفضل. الطلاق هو الفصل، مثل أطلق الشيء، أطلق العنان له، أتركه، أطلقه، والشرع هو إنهاء الحياة الزوجية، إنهاء الحياة الزوجية. نعم. على موضوع الطلاق ما زلتم؟ نعم. الليلة كلها طلاق، بس لح يطلق. نعم. طيب رجعنا للشرط المعلق هذا، يعني ايضا قوله اذا طهرت فانت طالق ما له معنى، انتظر حتى يمكن تغير رايك. يعني بعض الناس ايضا يعني على مذهب الامام مالك الشرط ملغي وينفذ الطلاق، ما عندهم تعليق، اذا قال ان طهرت وانت طالق وهي تطهر عاده، يعني على علق على امر يقع عاده، تطلق من اليوم يقول مثلا، لذلك ما في داعي لهذا الكلام، ان طهرت فانت طالق، انتظر حتى تطهر زوج، ينتظر حتى تطهر زوجته ثم بعد ذلك يطلق ان شاء او يمسك، لكن لا يقول هذا الكلام، لا يجوز تعليق بالشرط هذا ايضا خطا. نعم. لا طلاق ابن عمر، طلاق ابن عمر ما له، الرسول ما يعني امره ان يراجعها، لا هذه خلافية طويلة، لكن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه طلق زوجته وهي حائض قبل أن يعرف الحكم، فأمره النبي أن يراجعها، قال راجعها، أو قال لعمر، أمر عمر أن يأمر ولده عبد الله، قال مره فليراجعها ثم لينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. فأمر فالذي يطلق زوجته في حيض أو في طهر جامعة فيه مأمور بإرجاعها. بس ما حسبها الرسول، ابن عمر حسبها، الرسول ما حسبها. أنت والله أنا عارف، بس لا تجزم. هذه مسألة خلافين أهل العلم على خلاف الروايات، في بعض الروايات أنها عدها طلقة، يقول عمر ابن عمر يقول له عدها لك طلقة، نعم عدها لي طلقة. طيب، وقال أرأيت أن استحمق، في خلاف بين أهل العلم هل عدت أو لم تحسب، هذا هو الخلاف كله بين أهل العلم في الطلاق البدعي هل يقع أو لا يقع على حديث ابن عمر. الجمهور يرون أنه النبي أوقعها فحسبت طلقة، وهذا هو الصحيح، وبعض أهل العلم يرى أنها لم تقع، لم يحسبها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم تعد طلقة، ففي خلاف في الحديث نفسه في رواية الحديث. كيف هذا صح صح صح؟ لا ما تحدى لي صح، أنا قلت هذا كلام ابن تيمية، ابن تيمية رحمه الله يرى أن الطلاق البدعي لا يقع، ويقول حديث ابن عمر لم يحسبها النبي عليه، والجمهور يقول لا وقع وحسبها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فيها خلاف في المسألة، أنا قال فيها خلاف. سلمك الباري. بالنسبة حق الإرجاع هل لازم يكون يعني يخاطبها هي ولا هو بينه وبين نفسه يقول مثلا أرجعتك؟ لا يكفي بينه وبين نفسه، لكن لو قالت لك كذاب القاضي يقول من يقول انك رجعتها؟ يشهد يشهد يشهد. لو انك قالت لا من يقول رجعني؟ ما رجعني. يقول القاضي من يقول انك رجعتها؟ فاذا اراد ان يرجعها يشهد شهيدين،
يقول اشهد يا فلان اشهد يا فلان فلانة طلقتها وأرجعتها، أو يتصل عليها يقول ترى أرجعتك، وأيضا يشهد، لا بد يشهد شهيدين. مع كم صحة حديث ثلاثة جدهن جد وهزمهن جد، حديث صحيح؟ أنا ما عندي الطلاق والنكاح والرجعة. هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، أو النكاح والطلاق والعتاق. هذا الحديث فيه خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه لا يثبت، هذا الحديث لا يثبت، والله أعلم. سألت خارج موضوع. سألت شيخ، هل يستحب الزوجة المطلقة تبقى رجعية أنها تتزين يعني بعض أهل العلم؟ نعم ذكر هذا، ذكر بعض أهل العلم أن المطلقة الرجعية تبقى في البيت، قالوا وتتجمل له، يعني بحيث أنه يعني يراجعها. ما في بس، ما في بس. نعم. عندي سؤال على الطلاق. عن الطلاق وسؤال ثاني. لا. موضوع بس بعدين. لا عطنا الحين موضوع تخلي ننتهي منه عشان نقفله. عشان السؤال طال لا تقول لي سالفة شيخ. أي سنة. شيخ من طلاق الأول والثاني الحالة نفس الشيء. نفس الشيء تماما. والثالث. الثالث بائن. البينونة بينونتان. في بينونة صغرى وبينونة كبرى. بينونة يعني فصل. بائن. بائن الشيء فصله. في بينونة صغرى وبينونة كبرى. البينونة الصغرى إذا طلقها قبل الدخول بينونة صغرى. عقد اليوم قبل أن يدخل قال روح أنت طالق. هذا بانت. يحتاج عقد جديد. يسمونه بينونة صغرى. بينونة صغرى كذلك إذا طلقها الطلقة الأولى أو الثانية وتركها حتى انقضت عدتها، هذا أيضا تبين بينونة صغرى. بينونة صغرى كذلك إذا طلقها القاضي، اشتكت عند القاضي طقني ما ينفق ما يعاملني زين يسكر أي سبب ذكرته، واقتنع القاضي بكلامها فأمره أن يطلق، فإذا طلق بأمر القاضي هذه أيضا بينونة صغرى. الرابعة البينونة الصغرى هي إذا خالعته، المرأة جاءت لزوجها وقالت له فارقني أنا ما بيك، لأن المرأة اللي هي تطلق الآن قالت له أنا ما بيك، قال أنا بيك، قالت أنا ما بيك، أنا زايعتك مرة كلش فكني من شرك، قال بس أنا دافع مهر، قالت كم دافع، قال دافع 10، قال هذه 10 شيكاك، هذه 10 تفضل فوقها بوسة روح بس فكني طلق. هذا يسمونه خلع، خلع أن تخلع المرأة نفسها، وهذا من حق المرأة، من حق المرأة إذا لم يعني تستقم حياتها مع زوجها أن تطالبه بالخلع. طيب ويقضي فيها القاضي، زين إن رأى أن أسبابها مقنعة تقول كارهته مثلا ما يعاملني أي سبب الأسباب وترجع له مهرة كامل، فهذا الخلع، هذا أيضا بينونة صغرى. في هذه الحالات الأربع لا يجوز للزوج أن يراجع زوجته إلا بعقد جديد، مهر وشهود ولي، نفس العقد الأول تماما. البينونة الكبرى، البينونة الكبرى هو إذا طلقها ثلاثا طلقة ثالثة، أو طلقها ثلاث في مجلس واحد طالق بالثلاث مثلا، أو طلقها الأولى ورجعها، وطلقها الثانية ورجعها، وطلقها الثالثة، يسمونها بينونة كبرى. لا يجوز أن يراجعها إلا بعد زوج، تتزوج واحد ثاني اي نعم وتعيش معه وكذا، فإذا طلقها أو مات عنها الثاني لها أن ترجع إلى زوجها الأول. الحالة الثالثة اللي هي الرجعية، الرجعية زوجة معلقة لا تبين، الرجعية طلقها الطلاق الرجعي الأول طلاق الرجعي الثاني، هذه ليس لا تبين، زوجة معلقة تسمى. واضح هنا على الطلاق؟ يلا حبك الله. هذا بينتقم هذا. والله الظاهر العلم عند الله تبارك وتعالى الطلاق الطلاق بالمسج الرسالة إذا كان واضحا يقع، يقع، بس أهم شيء لا بعدين يقول مو أنا اللي كاتب الرسالة. ممكن ممكن ممكن، ترى في ناس عندهم غشمرة وصخة ياخذ تلفون رفيجة ويطلق زوجته يروح أنت طالق، صحيح؟ فالقصد هذا هذه واردة،
أو حتى مو صديق، عدو، واحد ما يحبه مثلا، أخذ تلفونه بدون ما يده وكتب رسالة حق زوجته أنت طالق، فهذه بس يتثبت منها، يتأكد أنه هو الذي أن أقره أنه هو الذي كتبها، نعم. أما إذا أنكر يعني ترجع تقدير القاضي، القاضي يقدرها، الله العالم. نعم. إذا كان هو كاتبها بس يوم جاء قال لا مو أنا كتبتها، هذا بينه وبين ربه، هذا عاد بينه وبين، مثل لو قال طالق وبعدين قال ما قلت، هذا بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، مثل اللي يأخذ فلوس الناس يقول ما خذيت شيء، بينه وبين ربه. هنا نعم. شيخ لو طلقها وهي في عدتها طلقة ثانية أو ثالثة يقع، يعني تنحسب لها عدة ثانية؟ نعم يقع، يقع شيخ. طبعا طلقها ثانية أو ثالثة قال لها رجعت، شو بعدين طلقها ولا ما رجعها؟ في عدة طلاق، عدة طلاق اي ها، بعضهم قال هذا كلام لا قيمه له انه ما رجع، هي اصلا طالق زين، لكن اذا قال اردت ان اطلق الان تطلق، تعتد عده ثانيه. اي نعم. حسن الله يك. لفظ طالق لازم ان تكون بلفظ طالق ولا خصوصا يعني تختلف اللهجات من الوطن العربي، تختلف اللهجات لازم تكون، لا لا، الفاظ الطلاق نوعان، صريحه وغير صريحه، صريحه وغير صريحة. الصريحة طالق، طلقتك، أنت مطلقة، هذه ألفاظ صريحة. فارقتك، أنت مفارقة، هذه ألفاظ صريحة. في ألفاظ غير صريحة، روحي لأهلك، حبلك على غاربك، حياة معك ما تستقيم، شوفي أمرك كذا، هذه يسأل فيها ماذا قصدت. الكلام غير الصريح يسأل، يقال له ماذا قصدت، لكن الصريح ما يسأل، يعني ما يصير واحد يقول حق دوت روح أنت طالق، واحد يقول إيش قصدك، ما في إيش قصدك، هذه واضحة، كلمة واضحة، ما يسأل عن قصده، لماذا؟ لأنه لفظ صريح. لا لا، طرد مو طلاق، لا، لكن لفظ طلاق طالق هذا لفظ صريح لا يحتمل، لذلك حتى لو قال أتغشمر أو كذا لا ينفذ هذا الطلاق، يعني على قول كثير من أهل العلم. لكن الشاهد من هذا أن اللفظ الصريح ما يحتاج أن يسأل عن قصده، الذي يسأل فيه عن قصده هو اللفظ غير الصريح. إيه نعم. رجل طلق أكثر من مرة، أربع مرات أو خمس مرات، وهو جاهد بأحكام الطلاق، بعدين عند أحكام الطلاق زوجته تقع طلقة حاليا والأولاد اللي أجوا شرعيين ولا لا، يعني طلق خمس مرات ورجعه كل مرة بعد. الله مجمل جبتها صح. المهم أنا اتصلت بامرأة كذلك تقول زوجي كل يوم يطلقني ثلاث مرات، صحيح، تقول كل يوم كل ما يدش يقول لي أنت طالق، ومستمر معاي الحين 10 سنين. قلت لها روحي الآن وغيري مفتاح الباب ولا يدخل عليك البيت، وإن جاء اتصلي بالمخفر، لأن أنت محرمة عليه الآن. هذه الأمور ما فيها لعب، هذه الأمور جد، ما فيها الأعراض، هذه أعراض، ولا يعذر بجهله، لا يعذر بجهله. طالما أنت على كلامك طلقها خمس مرات حرمت عليه خلاص، حتى تنكح زوجا ولا يجوز له أن يقربها ولا تأذن له بذلك، وإن قيل عندهم أولاد الأولاد يتربون عند غير هذين أحسن لهم. طيب يعني مثل هذا ما هو كفء أنه يربي أولادا إذا كان بهذه الطريقة، فيفرق بينهما إن الله رزقها زوجا آخر وخلاص. وبالنسبة للأولاد ممكن يقال أن أولاد شبهة، لكن ينسبون إليه، ينسبون إليه، لكن هذا جاهل ويؤدب. نعم. مو بكيفها، مو بكيفها، يعني إذا قال لها أنت طالق ثم أرجعها، ثم قال لها أنت طالق ثم أرجعها الثانية، قالت له ماني راجعة، هكذا، حتى لو قالت ماني راجعة هي زوجته، مثل ما طلقها وراحت لأهلها تماما. لو أنا عندي زوجة الآن زعلت وراحت لأهلها، تعالي يا مرة، قالت لا ما بيك، مو بكيفها، هي زوجة،
معلقة. طلقها، هل الطلاق ثلاث؟ ايه بناء على امتناعها، هل خلاص وقع؟ من حقها ومن حقها ما امتنعت نهائيا. ايش السؤال؟ ارجعها يا شيخنا وامتنعت. وبقول اطلقها. اجبر على الثالث. كيف اجبر؟ يعني ما في ما مقر قدامنا هي ترجع الا لما طلقها الثالثة. خلاص طلقها الثالثة. لا طلقها الثالثة؟ خلاص انفصلت. هذه يعني القائمة القايمة القايمة. اي قائمة؟ بيسوي شنو القائمة؟ ما اعرف القائمة. اتفاق بين الزوج والزوجة بقائمة مكتوبة. اي اشرحوا لي القائمة. الكويت ما عندنا قائمة احنا. عندكم قائمة؟ ها؟ فواز عندك قائمة؟ اشرح لي القائمة، ما ادري شنو القائمة. خالد بيشرح لي ابو عبد الرحمن، شنو القائمة؟ على للزواج ان الزوج عليه كذا والزوج عليه كذا، بتكتب القائمه، القائمه هذه فيها قصدك اثاث البيت وكذا، بيكتب في ورقه، وفي اخر لو طلق الطلقه الثالثه او البائنه تاخذ هذه الامور الموجوده في الورقه. هذه يحكم فيها القاضي، هذه يحكم فيها القاضي، يحكم فيها القاضي. اي نعم. غير الصريح، غير الصريح مثلا واحد قال بس يسأل. أنا قاعد أقول لك اللفظ غير الصريح يسأل، يقال له ماذا أردت ويتدين بهذا. ماشي ماشي، ما حد سألك، خلاص أنت مقاصد ما تطلق. أي القصد أن لو وصلت للقاضي، لو وصلت للقاضي وقالت لي إلهي وطلقني، قلت ماذا قلت؟ قلت لها روحي لأهلك. يسألك القاضي يقول إيش تقصد؟ ما أقصد الطلاق، روح لأهلك قعدي يومين يومين، قعدي شهر شهرين، ارتاحي عند اهلك، خليه يأدبونك، خليه يربونك، خليه يسنعونك، خلي كذا، ما يقع الطلاق الا بنية. الطلاق باللفظ غير الصريح لا يقع الا مع النية، والطلاق باللفظ الصريح يقع ولو بدون نية. واضح؟ اي نعم. على الطلاق؟ اي الطلاق سنبو علي. اذا راجعها ما يقول لها مثلا، بس النية اللي راجعها. ايه. لازم يكلمها ولا النية راجعها وتابعها. لا اذا نيته راجعها يكفي. هذه السنه، ويشهد ويشهد ابو علي. يشهد يشهد شهود اثنين ان ترى فلانه طلقتها ورجعتها. لا السنه انه يشهد. ليش؟ لانه يقع كثيرا، يقع كثيرا ان ياتي زوج وزوجه يقول والله انا ما ادري كم مره طلقتها. كنا مره مطلقها، لا والله كنا مرتين، لا والله كنا ثلاث. لو في شهود شيء مكتوب شيء يثبت، اما يقع على ذاكره الزوج وعلى ذاكره الزوجه، وايضا غير الذاكره قد يعني بعض الناس دينهم رهيف ضعيف ممكن ينكر يقول لا انا ما طلقت مرتين، طلقت مره واحده. عرفت؟ وهو في داخله ان الطلقه الاولى ما تقع اصلا، اني كنت معصب على كيفه، هو يفتي نفسه مثلا. فهني لابد شهود، لابد شهود، لان هذه اعراض، والله سبحانه امر بالشهود في الطلاق، أمر بالشهود. طيب فالطلاق لابد فيه من الشهود، يشهد ان رجعتك، طلقتها ورجعتها. خلاص رجعها انتهينا، بس يشهد مرة عقب، عقب يشهد ترى فلانة طلقتها ورجعتها. اي نعم. من اللي كان رافع ايده؟ سألت سألت. لأن الطلقة الثالثة والعلم عند الله سبحانه وتعالى، لما واحد يطلق زوجته مرة ويرجعها، يطلقها الثانية ويرجعها، يطلقها الثالثة، معناته الحياة غير مستقرة. معي؟ يعني أخذ فرصة أولى وطلق، أخذ فرصة ثانية وطلق، أخذ فرصة ثالثة وطلق، معناته الأمور مو مستقرة بين هالزوجين هذول. خلاص شوف لها واحد ثاني وشوف لها واحدة ثانية، خلاص، لان الحياه مو مستقره. يعني حتى يعني اللي ما قدر يصبر واحده وثانيه مو صابر بالثالثه عاده، لكن لما تروح حق زوج ثاني، اما ان تستقر مع الزوج الثاني وخلاص تبدا حياه جديده، وهو يستقر مع زوجه ثانيه ويبدا حياه جديده، واما ان لا تستمر مع الزوج الثاني او يموت الزوج الثاني. فهني عرف قيمه زوجته، خلينا نقول ما تعرف قديري الا لا جربت غيري. فلما فقدها وراحت حق زوج ثاني، وهي لما فقدتها وراحت حق زوج ثاني، عرفت قيمة زوجها، هني تأدبت وهو كذلك تأدب. فهني لما يرجعون حق بعض يكون شوي يعني يعقلون شوي.
فلذلك الأصل أنه بعد الطلقة الثالثة غالبا أن هذول مو صالحين حق بعض، والله العالم يعني. هنا على موضوع الطلاق بس، إذا ما في خلاص نبدأ بالأسئلة الثانية. هذا سؤال غصب أبو علي، ما نقدر نقول له شيء. سم أبو علي بالثالثة، الثالثة ما تروح بيت أهلها خلاص، تعتد بس بيت أهلها وما يقدر يرجعها. الثانية ولا الثالثة أبو علي؟ الثالثة خلاص، من يقول لها طالق خلاص ولا ولا يتوارثون خلاص، لا خلاص لأنه مو زوجة الحين خلاص فصلت عنا، إلا في حالة واحدة أبو علي فتحت لنا بيبان أبو علي. إذا 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 طلقها للإضرار بها، يعني هو على فراش الموت قال لها طالق عشان ما تورث، هني تورث تأخذ حقها الميراث. واضح أبو علي؟ هذه عاد يقدرها القاضي إن طلقها للإضرار عشان ما تورث، هني يورثها القاضي. اي نعم تفضل عندك. لا اللي وراك. ها جاوبته زين الحمد لله. ابو شيخ الواحد طلق فتره الجامعه مره ثانيه، هل يؤثم من هذا الطلق؟ يعني نيته من الجامعه بس مثل ما قلت مسافر بس رجعها، رجعها بنفس الليله طلقها ما في مشكله دام انه رجعها. هو يأثم لان نيته شينه، عرفت شلون؟ يعني ما اراد لها الخير، طول عليها العده على غير سنع. مثل اللي هو شلون جت احكام الطلاق؟ كان في الجاهليه في السابق قبل الاسلام كان الواحد ياخذ زوجته يعلقها طول عمرها، يطلقها قبل ما تنتهي عدتها يرجعها، بعدين يريد يطلقها قبل ما تنتهي عدتها يرجعها، مفتوح 17 20 مره زين خلاص علقها. فلما جاء الاسلام حددها بثلاث، لك ترجعها بالأولى، لك ترجعها بالثانية، الثالثة مبتوتة ما قدر ترجعها، فحسم هذه المسألة. اي قاعد أقول لك، فهني هذا صارت نية نية الجاهلية، يعني هذا لو عنده طلاق مفتوح كان اشتغل عليها بهالطريقة هذه، ما يجوز هذا حرام. يعني شوف باختصار، لو هذه الزوجة أخته وعند رجل آخر وسوى فيها بهالشيء يرضى بنته؟ يرضى؟ خلاص لا يرضى على بنات الناس، هذه القاعدة يعني. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تفضل. سمحت، إذا واحد تزوج وحدة وقبل لا يدخل عليها طلقها يقدر يرجعها ولا لا؟ لا، الطلاق قبل الدخول ما في عدة. الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الطلاق قبل الدخول بائن، بينونة صغرى، يقدر يرجعها بطريقة واحدة، عقد جديد ومهر جديد وإذن وليها وإذنها، العقد مثل العقد الأول. ما داعي تزوج واحد ثاني؟ لا ما في داعي، لأن الطلاق ذاك البينونة الكبرى، البينونة الصغرى يقدر يرجعها بعقد جديد، البينونة الكبرى هي اللي الثلاث ما يقدر يرجعها إلا بعد زوج آخر. هيا تفضل. زوجته بعد ما طلق زوجها الثاني تطلقها قبل ان يموت؟ لا لا، توفي على ذمته، توفي على ذمته ثم تزوجت. ايوه الرجل الثاني زوجها طلق، اي والرجل الثاني مره تاخذ من معاشه الاول، رجل الفوق الاول ما ادري والله القانون يسمح؟ ما ادري ما ادري على قضية قانونية هذه، ما ادري عنها والله، ما ادري عن هذه. اي نعم.
في عندي شيء على الطلاق أو نبدأ بالأسئلة العامة؟ خلاص نبدأ بالأسئلة العامة، نبدأ بالمكتوب إن شاء الله تعالى. هذولي؟ أيها القديم؟ هذولي؟ يقول تم ترميم المسجد الذي عندنا وانتهوا منه منذ شهور، لكن شياب المسجد رفضوا أن يفتتحوه إلا في رمضان، هل يجوز لهم هذا الفعل ويمنع الناس؟ هم ما يمنعون الناس، يعني تأجل افتتاح ما يضر إن شاء الله. في مسألة ثانية الحمد لله. يقول تزوجت حديثا وزوجتي محجبة وأخلاقها جيدة ولكنها لا تصلي، ونصحتها ولكن بلا جدوى، وإذا أمرتها تصلي ثم بعد ذلك لا تصلي، فهل علي إثم وهل أنا مسؤول عن هذا الأمر وبماذا تنصحوني؟ أولا أسأل الله تبارك وتعالى لها الهداية. الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فامرأة لا تصلي لا خير فيها، ورجل لا يصلي لا خير فيه. فهذا الرجل يناصحها، يذكرها بالله تبارك وتعالى، فإن أبت يفارقها، إن أبت أن تصلي يفارقها وتروح بحال سبيلها ويشوف لها مرة ثانية. أما إذا استجابت نوعا ما كما يقول هو، تستجيب أحيانا يصبر عليها، يصبر عليها لعل الله تبارك وتعالى يهديها. أذكر شخصا سألني يقول ما كنت أصلي وزوجتي مثلي، وبنفس الوقت يعني ما هي متحجبة، ويعني البيت غير مستقيم. استقام الرجل يقول لم تصلي وكذا، جيت قلت له تحجبي؟ قالت ما متحجبة. قال ما يصير الحجاب؟ قالت قبل كم يوم أنت ما تصلي، الحين قمت تصلي. قال زين، قالت أنا الله الحين ما هداني. لما الله يهديني تقول له أنت الله هداك، أنا الله ما هداني، اصبر علينا الله يهديني. فمثل هذا غير الذي يتزوج حديثا، يعني تو متزوج أو يبي يتزوج، واحد يقول بتزوج واحدة ما تصلي، يقول لا تزوجها، واحد يقول تزوجت ما يقول طاح الفاس بالرأس، هل زوجتك؟ لا، ناصحها واستمر معها، إن ما التزمت يعني بالصلاة خلاص فارقها. الحالة الثالثة هو غير ملتزم هي غير ملتزمة، التزم أحدهم يصبر على الثاني، يصبر على الثاني لعل الله أن يهديه. وعليك بالدعاء، الدعاء لها أن الله يهديها، خاصة في أوقات إجابة الدعاء في آخر الليل في السجود في أثناء السفر أثناء الفطر، لعل الله تبارك وتعالى يهديها. نعم. يقول أحيانا نذهب إلى صيد السمك حداق ونكون أكثر من شخص، ولكن الطراد صغير بحيث شخص واحد يستطيع الوقوف، هل نصلي جماعة جلوس أو فرادة ونحن قيام؟ لا، فرادة قيام، إلا إذا كان يعني الطراد يرقل مثلا الموية شديدة أو شيء كذي وكذا، بحيث أنه يخشى السقوط فيصلي وهو جالس. أما إذا ما يخشى السقوط وبنفس الوقت لا يوجد مكان، لا، يصلون فرادة قياما، يصلون فرادة يصلي وهو جالس، ما يسقط الركن. يعني صلاة الجماعة واجبة، الصلاة القيام في الصلاة ركن، الركن أوجب، الركن أوجب، يصلون فرادة قياما. نعم. من عنده سؤال؟ تفضل. هل يجوز لبس الأندية المنتخبات اللي برا اللي عليها شياطين مثلا، مانشستر يونايتد عليه صورة شيطان، هل يجوز اللي يصلي فيه أو صليب؟ يعني في ناس كثيرة مو فاقها الشيء هذا. اي نعم. علم انجلترا فيه صليب، في بعض التيشيرتات في علم انجلترا فيها صليب، العلم في نفسه صليب. والله شوفوا الملابس، تكلمنا عن هذا احنا بس نعيد، ما في مشكلة. قلنا الصليب إذا كان مكان غير معظم مثل جورب عليه علم انجلترا مثلا، عليه علم صليب، هذا مهان. اصبر اصبر. فإذا كان مكان غير يعني ظاهر مهان ما في بس. أما إذا كان على الصدر على الرأس مثلا، طيب، فهذا هذا مكان ظاهر، فهذا لا، ما يطمس. الحمد لله يروح حق الخياط يقول خيط لي عليه بحيث انه يزول الصليب، واضح؟ نفس الشيء اللي ذكرت صورة الشيطان، يخيط عليها لزقة او شيء كذي بحيث انه تظهر، ما تظهر صورة
الشيطان. هنا تفضل أدن شيخ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سؤال يقول هل نار جهنم فانية أم باغية؟ هذا أشهد أن كويتي أخذ الجنسية بصدق يعني بدون واسطة مو زورة جنسيته. هل نار جهنم فانية أم باغية؟ باقية بالقاف ليس بالغين. هو كاتبها بالغين باغية باغية يعني ظالمة. النار ما هي باغية ولا ظالمة. هذا ذكرني في أحد الإخوة يقول لي شيخ يعني هذا هم كويتي دايخ زين فرايحك شيخ دين يعني يحبه كذا قال لي شيخ تصدق لا رأيتك أشعر بزيادة الإيمان أشعر كأنك من بغايا السلف. هو قصده بقايا السلف لكن كويتي قال له بغايا سقى الله يقبحك عشان المحبة. فهذا يقول هل نار جهنم فانية أم باغية؟ لا باقية نار جهنم.